أهلا بكم مجددا، نواصل هذا الحوار والنقاش حول حصاد 2014 للفلسطينيين وتحديدا في قطاع غزة، وما ألم بهم في هذه الظروف وما الذي ينتظرونه ويتوقعونه خلال العام 2015، العام الجديد الذي نحن فيه فعليا. أستاذ هاني، كنت تستكمل فكرة بشأن حول المراجعات والثلاث قضايا الرئيسية، تفضل. معنا الجميع يدرك بأنه من الضروري جدا وراء كل منعطف أو بعد كل منعطف أن تكون هناك مراجعة سياسية، ورغم أن الكثيرين يشيرون إلى ضرورة وأهمية هذه المراجعة من أجل تقييم وتقويم المسيرة الفلسطينية، إلا أنه أحدا لا يفعل بها. والخداع الذي مارسته القيادة مورست بشكل مختلف، حتى الهزائم التي منينا بها نسميها انتصارات، مع أن الشهود الشعب الفلسطيني بكله وكليله شاهد على كل ما يجري. وبالتالي أعتقد أنه ليس هناك من مجال للحديث عن مراجعة حقيقية وفعلية، وأخشى أنه عام 2015 هو استمرار لهذه الكارثة، هذه الكارثة التي مع أنه لا يجب التغاضي عن دور الاحتلال فيها، لكن أعتقد أنه أي مراجعة يجب أن تستنهض الوضع الفلسطيني والعودة إلى الأصول وتحميل القيادة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية، وأكثر من ذلك الجمهور الفلسطيني الذي لم يتحرك. نعم. لكي يكون فاعلا في عملية تغيير حقيقية، الجمهور والتحرك وما أشرت إليه، عملية الخداع كما وصفتها أنت وعملية التضليل التي تمارس على الجمهور الفلسطيني. لنستمع لآراء يعني المشاركين معنا هنا حول كل هذه القضايا. يعني هل تستشعرون بأن هنالك كما وصف الأستاذ هاني تضليل، وأن المشهد كان في العام 2014 قاسيا وسوداويا ومريرا؟ والله شوف، الوضع عام 2014 كان وضع سوداوي على الشعب الفلسطيني، وعلى خاصة على فئة الشباب وفئة المثقفين. يعني اليوم احنا زي ما تفضل الأستاذ انه حكى انه احنا من السهل انه احنا نكيل الاتهامات على الاحتلال يعني بشكل سريع، ولكن احنا ما بنحاسبش انفسنا. يعني انه احنا اليوم بعد انه مرحلة إدارة الانقسام وليس انهاء الانقسام، كانت في مرحلة إدارة الانقسام ومرحلة تشكيل حكومة المصلحة الفتحوية الحمسوية، ولم تكن حكومة وحدة وطنية كما يقال زورا وبهتانا، وخلق مشاكل غويصة. انه احنا اليوم في ان الكهرباء تيجي 4 ساعات، واحيانا بكون مثلا الموظف مش فاضي فبتروح ال4 ساعات علينا. اليوم عندنا في مشكلة الهجرة اللي كل الشباب غزة للأسف اليوم تطمح، يعني هي كانت مأساة عام 2014 انه مشكلة الهجرة يعني، وكذلك مشاكل البطالة ومشاكل عويصة. يعني فهي دعوة صريحة إلى القادة السياسيين إلى أن يعترفوا في فشلهم، وبالتالي دعوة لهم إلى أن يستقيلوا فورا قبل أن يقالوا بردة فعل شعبية وشبابية حقيقية. ماذا فعلت لكي تترجم يعني هذا الأمر؟ يعني والسؤال ليس لك ولبقية المشاركين من الشباب. أكيد حتلاقي ردة فعل كبيرة، أنا بترك لزملاء المجال. هل لديكم تصورات في العام 2015؟ بداية التصورات للعام 2015 لابد أن تقاس بالعام المنصرم، يعني ما مر به قطاع غزة في عام 2014 كان الأسوأ منذ 5 عقود سابقة، من حالة تشرذم سياسي واضحة ما بين قطبي الصراع في قطاع غزة والضفة الغربية من جهة، من جهة أخرى حال الوضع الاقتصادي الذي وصل إليه قطاع غزة نتيجة الحروب المتتالية، يعني 3 حروب. نعم، يعني جرت القراءة بهذا الاتجاه، وقيل الكثير حول سوداوية المشهد وتردي الأوضاع وأنه الأسوأ وإلى آخره. أنتم كفئة في المجتمع الفلسطيني يفترض أن يعني الأكثر حيوية، أكثر دينامية، أكثر فعل، يعني هل لديكم تصورات للعام 2015 بالفعل والتأثير على صانع القرار الفلسطيني، أم أنكم ليس لديكم أي تصور؟ لابد من تحرك جماهيري شعبي للضغط على القيادة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية من أجل العمل على إعادة ربط الصدع الموجود ما بين الفصائل الفلسطينية من جهة، وما بين عندك أنت كشاب، أنت في أمل عندك أنه يعني بعد هذه السجالات وبعد هذه الدماء وبعد هذه الحرب الدموية اللي صارت، يعني انه في امل انه يرجعوا كمان مره ولا يرجعوا يقولوا الكهرباء؟ لا يمكن. يعني انا اتوقع عام 2000 ولا ما نسلمهاش، انا اتوقع موظفين نعطيهم رواتب ولا ما نعطيهم،
أتوقع أنه عام 2015 سيكون أسوأ من عام 2014، لسيما وأنه حتى رأيك مصادر بالكامل، لا يسمح بالتعبير لك عن رأيك السياسي. نعم. يعني كمان قضايا الكبت وقضايا الحريات والتعبير عن الرأي، تفضل. يعني بداية، لا خلاف أن عام 2014 هو العام الأسوأ، عام الزلازل، عام النكبات، أسوأ عام مر في قطاع غزة خصوصا وما تعرض له. ولكن في شغلة مهمة اللي هو الحراك المجتمعي، لا يمكن الحديث عن أي تقدم بدون حراك مجتمعي. إذا أنا اليوم بدي أظل ساكت فيش تقدم، سواء على مستوى النقابات، مستوى الشباب، مستوى الجمعيات، يجب أن نرتقي إلى مستوى الحدث. بلا شك أن الشعب والمواطن كان يعاني من التهميش، كان أقل حظا في المشاركة في كافة الفعاليات، ولكن يجب اخذ زمام المبادره والتحرك عن طريق الحراك المجتمعي. بدون اي حراك مجتمعي كيف السبيل لذلك؟ يعني الفعل، الترجمه الفعليه، الترجمه الفعليه، كافه القطاعات وكافه النقابات تشارك في هذه المواضيع، اعاده الاعتبار للقانون. اليوم الناس فقدت البوصله بكل شيء، الناس تاهت، الناس اليوم لا تؤمن بشيء، الناس خرجت اليوم بعد الحرب قالت لك بدي اجي لاعاده الاعمار، اليوم الناس لا تؤمن باعاده الاعمار، بطلت، فيش عندها افق لقدام. اعاده الاعمار يعني زي ما انت يعني انت ترى المشهد امامنا اليوم، اذا حد بيقدر من السياسيين والحد من المتحدثين يفيدني اعاده الاعمار، مين الجهه المخوله؟ مين اليوم؟ فيش مرجعيات واضحه، فيش حد بيعرف وقت اعاده الاعمار. اليوم بقول لك بدك 5 سنين او 7 سنين على هذا المنوال قبل ما بس اعاده رفع انقاض. اليوم بعض الناس بتجينا بقول لك اليوم انا ضارب بده 10 طن اسفنت او 10 كياس بيجي له كيس، فيش معيار واضح، فيش رؤيه واضحه. للاسف احنا نعاني من الفوضى، نعاني من التهميش، نعاني من غياب صنع القرار. اذا يجب انه الحراك المجتمعي يكون يرتقي الى مستوى الحدث، لانه الناس فقدت البوصله باي شيء. انت بتحكي مع الناس وعلى بطلت تثق الناس. اقول لك اليوم اجوا وزراء اليوم يعني على غزه، هذا حديث عام وفضفاض. حراك مجتمعي، اي حراك مجتمعي؟ هل هنالك اليات لتنفيذ هذا الحراك المجتمعي والدفع به للضغط على كل الاطراف وترتيب الامر على قاعده ان الامر ليس مرتبط بجغرافيا قطاع غزه وانما كذلك الاوضاع في الضفه الغربيه؟ أستأسف، احنا بدنا نيجي نحل اي مشكله بقول لك هذا بده قرار سياسي، هذا بده قرار سياسي. لا، اذا انا بدي اترك الموضوع اقول قرار سياسي، انا عمري ما بتقدم خطوه للامام. اذا انا كمواطن ما بعاني، ما انزل للشارع وانا احسن من هذه الخدمه، بصف وبطفي، ما بعملش ولا اي حاجه. شكرا لك، تفضل في الميكروفون، تفضل وقوفا، ما في مشكله، تفضل. أنا نائل خضر، أمين سر نادي الإعلام الاجتماعي في فلسطين. بدي أحكي في شغلة مهمة، رجاء نتعلم من تجارب الآخرين، خلينا نتعلم من تجربة الثورة الفرنسية مثلا وسقوط الباستيل. ليش إحنا ما نقرأ التاريخ حتى نقدر نعكسه على واقعنا؟ ليش ما نتعلم من تجارب بما يسمى في الربيع العربي؟ شو تعلمته من شان يعني الجميع يستفيد؟ إحنا الآن في مرحلة لا يعي إلها كثير من الطبقة المرتفعة من السياسيين، لأنهم ما بيشوفوا الطبقة الشبابية للأسف، وما بيشوفوا فيهم الأمل، ولو إنهم دائما بيرددوا عبارات فضفاضة تعني إنهم بيهتموا. لو بدنا نلاحظ من قياس نشاط السوشيال ميديا والشباب على السوشيال ميديا كيف بيتحركوا وكيف بيقرأوا، خصوصا فيما يتعلق بإعادة الإعمار وإلى آخره، كيف حالة الإحباط. لو بدك تقيس كمان نشاط الشباب على الإعلام الاجتماعي لتعرف الشاب الفلسطيني في غزة شو بفكر، وكيف أنه على صعيد الحرية والحركة سيكون هذا السوشيال ميديا، وسائل التواصل الاجتماعي، هذا عالم افتراضي حقيقة، كل ما قيل فيه لم يفضي إلى فعل شبابي على الأرض. تمام. لكن تشكل حالة ضاغطة، يعني هذا ما قصدته. ولكن حدثت عن استخلاص عبر ودروس وقراءة التاريخ من الثورة الفرنسية وغيرها وغيرها، أنتم كشباب ماذا تفعلون؟ ما المشكلة الاستهوان بقوة عالم السوشيال ميديا أو الإعلام الاجتماعي. شفناه في تونس، شفناه في مصر، شفناه كمان من وجهة نظر يعني تقصد ثورة وانتفاضة ضد يعني الحكم مثلا في قطاع غزة والضفة الغربية، ضد السلطة الفلسطينية وضد الفصائل، فليرحل يعني أي إن كان. سمعني صوتك معنا وإحنا عشان نسمع نفهم. أوكي، إحنا اللي بدنا إياه الاستماع للشعب شو بده، والشعب منطقيا ما بده حروب، الشعب بده سلام. أي شعب بمنطق الحكم الاجتماعي تمام بده سلام، إذا بتوفر له سلام أي إن كان، لا يعني أن يكون اللي بدي أنا. الحديث عن السلام هذا أمر فيه إشكال للمرتبط بقصة الاحتلال، بدي أكون تحت رايته، مش بالضرورة يكون صاحب أيديولوجية. يعني نسمع للأخ هون، تفضل. في بخصوص في أحد الأخوة هنا ذكر أنه إحنا نعاني من مشكلة تضليل القيادات الفلسطينية، بس يعني كشباب إحنا أنا أحس كشاب
انه في عندهم انعدام رؤيه، مش عارفين بالضبط احنا وين رايحين. مين اللي مش عارفين، الشباب ولا لا؟ القياده الفلسطينيه بيجي بجميع اشكالها، في جزء بيقول لك احنا بننسق، في جزء بيقول لك احنا بنقاوم، بس فعليا كشباب احنا نعتقد احنا معركتنا مع الاحتلال معركه صمود، انه احنا نضلنا على ارضنا، الشعب يضل قاعد، احنا جغرافيا قادرين على انه نزيد عدد الفلسطينيين عن عدد اليهود في فلسطين في 10 سنوات. اذا احنا وفرنا البيئه المناسبه للشعب الفلسطيني انه يضل في ارضه ويبني ويتجوز ويسكن من غير مقاومه، هاي بطرح اشكال، بطرح اشكال يعني قوارب وسفن الهجره التي راح ضحيتها مئات الفلسطينيين من قطاع غزه ومن مناطق اخرى في سوريا وغيرها، وبقي الحال على ما هو عليه. كيف يمكن ان يبقى الفلسطيني متمسك بجذوه يعني ارتباطه بوطنه، بقائه في مقر الاحتلال، في ظل يعني ما تفضل به الاستاذ هاني وكذلك اشار فيه المشاركين، تضليل القيادات وازمه السلطه والفصائل؟ احنا بكل بساطه بدنا نركز في شيء واحد، نركز في ابقاء الشعب الفلسطيني في مكانه، من حيث توفير السكن، توفير الخدمه، توفير الاجتماع، توفير الحياه الكريمه لهم. هذه هي الوسيله الاساسيه لبقاء الشعب الفلسطيني. يعني شكرا لك، نستمع لاحد الاخوان جنبك، تفضل. يعني حين يتعلق الموضوع في فلسطين، فلسطين أولنا وفلسطين أخرنا. الميكروفون لو سمحت. فلسطين أولنا وفلسطين أخرنا، وحين يتعلق الموضوع بالقضية الفلسطينية على الجميع بأن يلتئم وأن يعيد ترتيب أجنداته. نعم. والمطلوب هو من مكونات البيت الفلسطيني بصراحة بأن يكونوا أوفياء لفلسطين أكثر من أن يكونوا مخلصين للأجندات، سواء الأجندات العربية في الشرق الأوسط أو الأجندات الدولية. اليوم نحن بطبيعة الحال هناك برنامجان في الشرق الأوسط، برنامج الأمريكان وبرنامج الإسرائيليين، وما حدث في مصر أكبر دليل. الأمريكان باتجاه المصريين هم مع الأصوليين في مصر، والإسرائيليين هم ضد الأصوليين في مصر. نحن اليوم مقبلين على عام جديد، عام 2015، يترتب في الشأن الفلسطيني على سلم الفاجعات التي تناولها هذا مشهد خلفنا، برج الإيطالي، يترتب على أهم أحداث 2014 والصمت العالم أجمع على العالم أن يختار. المشكلة ليست مشكلة هم أداروا الانقسام، هم أداروا الانقسام، نحن لا نريد إدارة للانقسام، الانقسام الفلسطيني الحاصل بطبيعة الحال، نحن نريد إزالة أسبابه داخليا. هذا واحد. اثنين، المطلوب أن يلتئم المجتمع الفلسطيني والفصائل الفلسطينية. أقول لك أخ سيف، هذا البرنامج كفيل بأن يتراجع القيادات الفلسطينية عن كل المنعطفات الخاطئة وكل القرارات الخاطئة التي اتخذوها إجحافا بحق الشعب الفلسطيني. نعم، هذا واحد. اثنين، يعني أنا اسمح لي أنه أنا أعبر عن رأيي كناشط شباب ومواطن فلسطيني بسيط. تفضل. الآن المطلوب على العالم أن يختار ما بين لغة سلام وبين لغة عنف. لا يعقل بأن يبقى العالم أسير أجندات دولية فبالتالي انعكاسه داخليا على الوضع الفلسطيني. لكن عزيزي، هذا منوط بالطرف الفلسطيني، منوط بالشعب الفلسطيني والمجتمع ومكوناته وأدواته وقياداته. أنا شخصيا ضد أي تحرك، لأنه إحنا فاهمين الديمقراطية غلط بصراحة. أوباما، جورج بوش موجود كمثال حاضر. نعم. انتخب نتيجة عملية ديمقراطية سليمة 100%. نعم. في حرب العراق، حرب أفغانستان، طيب. ودى الدولة الأمريكية لوضع اقتصادي صعب. نعم. ما صارش فيه زي ما صار في مصر. وما كان له دورة ثالثة. شكرا لك، لكن مضطر للذهاب إلى فاصل. مشاهدينا الكرام، بعد فاصل قصير نعود ونواصل هذا الحوار والنقاش حول حصاد 2014 للفلسطينيين وتحديدا في قطاع غزة.